ذكر أن الوباء الذي يقتل الحيوانات في فترة زمنية قصيرة للغاية نشأ من قرى إيروب الأربع الخاضعة لسيطرة الجيش الإريتري وقال السيد دستك حساي الذي يعمل كراع في بلدة هارازا سباتا، أن المرض انتشر في جميع أنحاء محافظة إيروب في فترة قصيرة من الزمن والتي كانت إحدى المناطق التي استولى عليها الجيش الإريتري. تعي <applause> كبد في السابق عندما كانت الحيوانات تصاب بالأوبئة كنا نجد اللقاحات في أسرع وقت ولكن الآن لم تتوفر اللقاحات وهذا يوضح أن الحيوانات التي فرت بعجوبة من قوات الجيش الإريتري أصبحت مهددة بالموت بسبب الوباء وكما وضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة إيروب السيد ألم نغوسة عن حجم الأخطار الإنسانية التي يعاني منها سكان المحافظة من الجفاف والوباء الذي اجتاح المحافظة ولذا طلب في أسرع وقت ممكن من وزارة الصحة الأثيوبية وكل من يهمه الأمر بأن يجد الحلول في محاولة تصدي الوباء وذلك قبل خسارة سكان المحافظة لثرواتهم الحيوانية. <applause> انتشر الوباء في المناطق التي تحت سيطرة القوات الجيش الإرتري ولذا لم نستطيع التحكم في الوباء ففي كل من إندالجدا وورعتلي وهجر لخمة وايضا عليتنا من تلك البلدات اللواتي هن تحت سيطرة القوات الجيش الارتري، انتشر الوباء الى باقي محافظة ايروب وللاسف لم نستطع التحكم بالوباء ولذا اطلب من وزارة الصحة الاثيوبية وكل العاملين في القطاع الصحي بان يجدوا الحلول لانهاء ازمة الوباء الخطير. نظرا للوباء في المحافظة التي نشأت من اراضي ايروب التي تقع 60% منها تحت احتلال القوات الارترية، يذكر مدير المحافظة اياس مسكنا انه اصبح من الصعب احتواء انتشار الوباء وبالتالي دعا الهيئات معنية إلى العمل على تدابير وقائية لمنعه من الانتشار في أسرع وقت ممكن وخاصة الأبقار والحمير هي التي تعاني من هذه الجائحة بدءا من ورعتلي إلى عالتنا وانتشر إلى أرعى وغيرها من مدن المحافظة ولذلك لا بد من تقديم المساعدة الطبية ولأن الأوبئة لا تستغرق الكثير من الوقت للانتشار فلا بد من اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن